هنا بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم على هذا المنبر، جيتوا غطيتوا معنا هذه المقابله، كنشكركم حيت باش تعرفوا واحد الفريق اللي هو جديد على مستوى العصبه تسوس، اللي هو فريق اشبال امل اللي هو جديد في العصبه. كنشوف معنا المقابله، راه قلتها للدراري، قلت لها راه النيفو راه ما كينقصنا بحال امل تيسنيت بحال اشبال امل، ولكن خاصنا في ديك المفرد التحرميتين ديال الكره، حيت كاينين شي فرص خصي تستغلوا كيضيعوا بسذاجه، يعني ما كايناش ديك الحنكه. الدراري عندنا باقي ما مروش من الفئات اللي كاتيغوري باش يعرفوا دوك القوالب ديال الكره وكيفاش يتصرفوا قدام المرمى. ان شاء الله في قادم المباريات نخدموا على هادشي في لي زونطريمون ان شاء الله. يعني ولاد، يعني ولاد المنطقه كاملين تامل تفروت، يعني ولاد المنطقه الدراري كاينين، كاين واحد الدري اللي كان لعب الموسم الفريط مع نهضه تفروت، باقي جينيور كيلعب معنا في السينيور. صافي اليوم نهار ثلاثة، يعني ما كاينش الماتش ديال السينيور، هبطنا الجينيور، يعني متمرس كيقود، هو اللي كيقود المجموعه داخل الميدان. اللاعبين الاخرين ما شوف فرق، ولكن فرق محليه كيشاركوا في الدوريات وهذا الشيء. صافي نتائج الكبار في اول موسم، كنقول عاوتاني كما قلت هنا خاصنا تحرميات، كنلعبوا كره زوينه، كنتمنوا شي ماتش تغطيو شي ماتش تشوف كنلعبوا كره، ولكن المرمى ما كنعرفوش نسجلوا. يعني ماشي غا في الهوات، يعني راه حتى كره القدم الوطنيه راه كتعاني خاصنا قناصه بمعنى الكلمه. الفريق راه كان في الثمانينيات، كان واحد الله يرحمه ويوسع عليه، واحد المناضل وفاعل جمعوي على مستوى الجهه ككل، الحاج الحسن نوط الله الله يرحمه والله يذكره بخير، هو اللي وقف على هذا الفريق، هو اللي دار التمهيد باش يدخل هذا الفريق للمنافسات. كنتاسفوا ولكن هذا واحد الدنيا الله يرحمه، غادرنا قبل ما يشوف الفريق اللي هو سهر عليه وكبر هذوك اللي مكلفين به دابا، يعني كنتحسروا فعلا ما كاينش معانا باش يشوف داك الشيء ديالو، داك الجهد اللي دار باللي راه تحقق ان شاء الله وغيتحقق، وغيشوف واش بلا من غادي تزيد له قدام ان شاء الله بهاد الدراري اللي عنده.